زيادة الوزن بتسبب مشاكل صحية ونفسية كتير، وده بسبب العادات الغلط في الأكل، وكمان بسبب زيادة عدد مطاعم الأكلات السريعة الغنية جدا بالدهون والأملاح. أول حل دايما بنلجأ له في حالة زيادة الوزن هو الدايت والرياضة، وكمان ساعات بنلجأ للأدوية، بس الحل السريع اللي الناس كتير بتلجأ له دلوقتي هي عمليات التخسيس، منها عملية التكميم. أنا الدكتورة مي ضياء، أخصائية التغذية، والنهاردة في الفيديو ده مع سوبر ماما هكلمك عن عملية تكميم المعدة وإيه هي عيوبها وإيه هي مميزاتها. أول حاجة لازم تعرفيها هي إيه هي أصلاً عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة دي بتبقى عملية صغيرة بيشيلوا منها جزء كبير من المعدة ويسيبولك جزء أصغر، فبالتالي الناس اللي مش بتحس بالشبع وبياكلوا كميات كبيرة بعد العملية بياكلوا كميات أقل بكتير، فبالتالي بينزل وزنهم بشكل أسرع بكتير من الطبيعي وأكتر من الدايت. عملية تكميم المعدة لازم يكون بيعملها جراح متخصص في العمليات دي، ويكون كمان موثوق فيه جدا ويكون ليه خبرة كبيرة في المجال ده، ولازم يكون بيتابع المريض كويس قبل وبعد العملية. قبل العملية لازم الدكتور يعرف الحالة الصحية للمريض كويس جدا ولو كان بياخد أي أدوية، وبعد العملية الدكتور ده لازم يتابع المريض كويس ويعرف بيخس من الدهون ولا العضلات عشان يضمن إنه بيخس بطريقة صحية وسليمة. من فوائد عمليات تكميم المعدة إن 77% من اللي عملوا العملية دي خسوا بشكل كبير جدا وحسوا بتحسن كبير جدا في نسبة الكوليسترول والسكر وضغط الدم. بس من أثارها الجانبية اللي ممكن تظهر في بعض الحالات إن المريض اللي عمل العملية دي بيبقى وجبته صغيرة جدا في أول فترة، وده ممكن يسبب له مشاكل نفسية إنه مش عارف ياكل كل حاجة نفسه فيها، وكمان مش بيدي جسمه كل العناصر الغذائية اللي هو محتاجها، فممكن يحصل نقص في الصوديوم أو البوتاسيوم ويحس المريض بالخمول والتعب لفترات طويلة. كمان في أول فترة بعد العملية المريض ممكن يحس بالغثيان ويحس كمان بالإسهال والإمساك، وممكن كمان تسبب تساقط الشعر. عشان كده بنصح دايما إن الدكتور اللي عمل العملية دي لازم يتابع المريض كويس جدا عشان يتأكد إن الآثار الجانبية دي مش موجودة. دي كانت شوية من المميزات والآثار الجانبية لعمليات تكميم المعدة، ولو عندك أي سؤال ما تنسيش تبعتيه على صفحة سوبر ماما على الفيسبوك.